أهلا بكم مجددا. بداية، فاز ابن مدينة وهران اليوتيوبرز وليد عبد الفتاح المعروف باسم ديزات ساميس في الدورة الثامنة من مسابقة اليوتيوبرز التي ينظمها موقع بودكاست أرابيا، والتي اختير لها موضوع البرامج التلفزيونية الرمضانية. وتفوق عبد الفتاح على أكثر من 40 مترشحا، تأهل منهم 8 إلى النهائي. وشارك في لجنة التحكيم هذه الدورة رئيس التحرير جريدة الرائد حياة سرتاح، الإعلامي والكاتب مصطفى زياتين، مدير الإنتاج مشروع بودكاست أرابيا نجيب لزبر، والفائز في الدورة السابعة عمر عبيدي. آسف، السلام عليكم. هنسمع لك موضوع تاعنا اليوم، عنوان تاعه الشكر.com، يعني غي تبرح غي صحيدو، ربي يحفظكم ربي يستركم. راك شايف نبدو تبرح لنا. قارع شو نجيب الميكرو ونجيب. هذه بوسة في خاطر بودكاست عربية، وخصوصا يوسف بعلوج. هذه زوج بوسات في خاطر لي فان اللي عاونوني.